الله ينتصر يا جعفر. أنت من سيبدأ يا جعفر؟ حسنا يا مولاي حسنا، لكني لن أترك لك مكانا ترسل إليه سامك. سأصيب القلب وأترك الباقي لك. أحسنت يا جعفر. أذرني يا مولاي، لم أترك مكان النساء. إني أخذ مكاني بالقوة يا جعفر. بارك الله بك يا مولاي، بارك الله بك. إصابة دقيقة وموفقة. ابن المهدي لا يخطئ سهمه. لو أردتها وأنا مغبض عيني لأصبتها.